سند؟ هذا كيف وقف بدون ما يدفع؟ الله يسلمك، لأن في فترة سماح 10 دقائق من أول ما توقف السيارة بشكل صحيح، والريال حليلة ما كمل 10 دقائق. وشو بعد؟ وشي فترة سماح لمدة 45 دقيقة مع بداية الأذان. وأزيدك بعد أن في فترة سماح يوم الأهل ينزلون ويشلون عيالهم من عند المدارس من الساعة 6:30 الصبح لين 9 ومن الساعة 12 لين 4 العصر. مشكور يا سند، وعساك على القوة. مواقف في حياتنا.